مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل بالحضور، بالسبيكر متاعنا، بضيوفنا. القعدة هو فضاء بديل للحوار الحر والمباشر، كما قلنا بدون أقنعة بدون قفازات، اللي نطرح فيه المواضيع يعني والمستجدات اللي في بلادنا وتهمنا كشباب. نرحبوا بالإعلامي هيثم المكي، نرحبوا بالسيد نائب الشعب ونائب ورئيس لجنة التونسيين بالخارج أسامة الصغير، والحقوقية لينا بالمهني. لينا بالمهني أولا نباركولها على الجائزة المتحصلة عليها في إيطاليا، جائزة منتدى المتوسط للصحافة، ونقدموا لها الهدية هذه المتواضعة من منظمة راس تونس. هاوكا ما عندناش شباب حرقين بركة في إيطاليا، عندنا شباب زادة ينجم يربح جوائز. لهنا نحب نمر مباشرة لصديقنا هيثم المكي، أولا كشاب تونسي وثانيا كإعلامي ومدون، ومعناها والحقيقة نقولوها بكل صراحة، الشباب التونسي راو هيثم في الإعلام يحكي كيفنا معناها بنفس الألفاظ نفس العبارات، رغم أنه برشا ناس ما تستسيغش هذا، لكن هذايا هو الشباب التونسي كيفاش يحكي في الحوم في داره مع بعضه في القهاوي. نجموا نختلفوا، نجموا في طريقة التعبير، لكن الأفكار ديما نوصلوها بطريقة هذيك معناها، نظن خاصة نحن كشباب اليوم. هيثم، أول سؤال ليك، الحقيقة التعاطي الإعلامي مع بطريقة مباشرة يعني مع فاجعة 8 أكتوبر، رينا الكثير من الإعلاميين وخلي نقولوا حتى موقفنا نحن كمنظمة معناها ما كانش معناها تحليلي وعميق لفهم الظاهرة، بل كان فيه كيد اتهامات للمهاجرين لعائلات المهاجرين، أيضا حتى الموتى والمفقودين، وليس هناك تعاطي معناها معناها فيه احترام للمهاجرين. مع هذا أنه حتى المساحات الإعلامية اللي توجدت ما كانش فيها الناجين ومعناها من هذا المركب، ونتذكر أنه حتى في فيفري 2011 سفينة الحرية 302 اللي هي خافرة للجيش الوطني التونسي كانت أيضا وجهت إليها اتهام، أصابع الاتهام في صدم قارب المهاجرين. تفضل. مين مش تبدأ بالضبط أنا التعامل الإعلامي وال به تعرفش كيفاش خلينا نبدأ مع التعامل الإعلامي. أنا اسمح لي باش نختلف معاكم، يعني التعامل الإعلامي ما كانش كيما كنت تحكي فيه، اللي كنت تحكي فيه هو التعامل الإعلامي متاع دو كرونيكور لطفي العميري ومحمد بوغليب. صحيح. ما هو الوجه هي نحن ما باش نحكيو اللي فما معناها. فما مشكلة كبيرة ساعة قبل كل شيء، فما معناها يظهر لي فما حتى حد بعقله ولا عنده الحد الأدنى من الأمانة الفكرية اللازمة، معناها أي إنسان عنده هذوما يلزم يقول أنه الإعلام التونسي حالته متعبة إلى أقصى درجة، معناها ومش نقول هذا معناها الكلنا في حالة معناها مش بدأوا واضحين وصراحة مع بعضنا، وفيه عديد وعديد المشاكل، وأنا قلتها قديش مرة ما يلزموش هيك، يلزموا فرق مكافحة الإرهاب باش تنظفوا معناها هذا من ناحية. من ناحية ثانية المشكلة من أكبر المشاكل اللي عند الإعلام التونسي اليوم هي أنه غياب النقد الحقيقي الموجه للإعلام. ما عندناش برامج كيما أريس في ليماج في فرنسا وإلا نعرفش حسيلو ديفورما أخرين اللي يفكوا الخطاب الإعلامي ويقولوا شنية المشكلة وعليش وين غلط الإعلامي ولا اللي هو وشنية المشكلة الحقيقية. شنو عنا؟ عنا ناس تعبر على آرائها بطريقة انتباعية على اللي يشوفوا فيه في وسائل الإعلام المهيمنة. 90% من الناس اللي تحكي في الفضاء العام كسواء في التلفزيون في الراديوات في فيسبوك في الانترنت، 90% من الناس اللي يقولوا الإعلام التونسي بلا 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 بلا، راهم قاعدين يحكيوا على قناة الحوار التونسي أكهو مش على الإعلام التونسي. راهي الحوار التونسي قناة من جملة 14 قناة تلفزية و44 راديو ويجي 20 جريدة
وما نحكيوش ظهر لي ذولي 800 موقع الكتروني حاجه كيف هكاك يعني بون جيكزاجير. دونك المشكله انا نحكي ناخذوا الحوار التونسي تفرجوا فيها يطيروا معها ونقولوا الاعلام كذا 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 كذا. انا قريت بارش حاجات اخرى ساق بالكل شيء راهم الناجين تكلموا في عديد وعديد وسائل الاعلام ومنهم موزايك ومنهم شمس فهم وغيرهم وغيرهم هذا بخلاف وسائل الاعلام اللي عديت الفيديوهات اللي هبطوا على فيسبوك. في المقابل الجزء الصحيح معي بتو سمحني المتفق مع فيه معاك مع المتفق فيه معاك من كلامك هو انه عنا دي كرونيكور وسواديزون محللين في التلفزه التونسيه اللي كان يجيبوها برجله وينحيوهم هما ويجيبوا نقابين امنيين في بلاصتهم تبدا على قليله اوضح الحكايه معناها منظمه خاطر من اللي يحل فمه وهو يحكي تحسوا بوليس ماهوش صحافي معناها فهمتني يجيب لك تقرير امني ولا محضر ولا استفيد معناها تقرير تاع ارشاد ويبدا يقرا في المحتوى بتاعه ويدافع عليه ويتبناه يعني ما عطيهوش كاني روايه من جمله الروايات الموجوده يتبناه ويبدا يدافع عليه ويدافع عليه بطريقه راديكاليه ويعارك كل من يتجرأ على انه يقول حاجه مخالفه للي موجود في التقرير الامني هذاك. وذيك مصيبة كبيرة في الإعلام التونسي ورفناها من وقت بن علي وما زالت متواصلة للتو اللي هي قديمة قلتها قدام مرة قاعدين نحكي ياسر على فصل الدين عن الدولة لكن مش قاعدين نحكي على فصل الصحافيين على البوليسية أو فما برشا راهو معناها كي نقول هكاكا فوزافي معناها تصوروا أنتوما اللي جو كاريكاتور لكن الكاريكاتور فيها جانب من الحقيقة راهو زادا كان الصباب قبل اللي يخدم على البوليسية بالكدا ويحبوا يكافئوه يدخلوه يخدم في بعض مؤسسات الإعلام العمومي خاصة في الجرائد وبالطبيعة بشوية بشوية من الجرائد ولاو في التلفزيون في الراديوات وانتشروا معناها. دونك هذا بالنسبة للي لحكاية التنوع الإعلامي لكن فما مشكلة. دونك بالطبيعة باش نلقاو ناس اللي ديما تدافع على الدولة على الأجهزة الأمنية سواء بوليس ولا أمن ولا حرس ولا جيش ولا غيره تدافع عليهم بطريقة راديكالية وبطريقة غلطة رغم أن ينجم يكون جزء من خطابهم صحيح لكن الطريقة اللي يتناولوا بها المسألة وهو راهو في الصحافة يا خويا أبسط حاجة أضعف الإيمان أنك تعطي الروايات الموجودة الكل معناها صارت خافرة اصطدمت بمركب نتاع حراقة غرقوا الله يرحمه تاخذ الروايه نتاع الجهاز اللي تبعته الخافره هذيك اون لوكورونس الجيش تاخذ الروايه نتاع الناجين وكان فما طرف اخر كان ينجم يكون حاضر في العمل هذا اللي هو ما فهمناش تاخذ الروايه نتاعو. الروايات هذه تعدات في وسائل الاعلام كل ابار الكعبتين اللي كنت نحكي عليهم لكن شنو هي المشكله؟ المشكله حسب رايي المتواضع بالطبيعه في التناول الاعلامي لمساله الحرقه هي وجود إسهال بتاع شعبوية بكل صراحة. علاش؟ على خاطر كي نسمع الخطاب الإعلامي شنو الحارق ديما يتقدم على أساس أنه هو المواطن الفقير المسكين الزوالي اللي ملقى حتى حل في حياته اللي كان يحب يأكل خبزة يلزمه يحرق ويشق البحر ويغامر في طريق الموت من أجل النجاح والحصول إلى آخره. به الساعة المعطيات اللي ولات موجودة عنا بدأت في 2011 ووصلت لأوجها توا تقول أنه هذا ما عادش صحيح. موجودين ناس فقراء ويأسين وبالحق ما ملقاو حتى حل في الدنيا أنهم يحرقوا هذوما موجودين هذا ما يشك فيه حتى حد ويظهر لي كلنا نعرفوا منهم على قليلك عمتين ثلاثة في حومنا معناه الأي بالنسبة لأي إنسان يعيش في حومة عادية ما نقول الشعبية ما بك اللغة بتاع حومة شعبة لا لا حومة عادية معناها ما هيش مرفهة ومفادير لكن ولينا زادا نشوفوا فينومين آخر ولينا نشوفوا ناس بخدمها وتحرق ولينا نشوفوا ناس بفارياتها وتحرق. أنا عندي زوز من عائلتي في حبس توا في جرة الحرق واحد منهم بوح حلل وحانوت والآخر يخدم ومرسم في شركة عمومية معناه وراو نحكي على زوز هذوما برك خاطر هذوما اللي نعرفهم ونحط المعرفة من عائلتي محبش نحكي على مئات الحالات الاخرين موجوده في بلايص اخرى ناس مستقبلها مش مستقبلها مضمون ما حياتها مضمونه ماهيش محتاجه بلغه اخرى ماهيش محتاجه هي ابعد ما يكون على انه اكل الانسان اللي ماهوش لاقي ما ياكل وقاعده تحرق نساء معرسه قاعده تحرق تهز ولادها تحرق فعائلات ولا تتلم الفلوس لولادها باش يحرقوا هذا صحيح وهذا يقولوا هولك من 2011 من حرقة جرجيس لفاموز هذيك اللي وصلت نساء باعت ذهبها وعطت فلوسها لولادها باش تحرق. الظاهرة قاعدة تتبدل بشوية بشوية
وهنا ما نحبش نطول لما حاله عم بتخلي نقاط اخرين من بعد. نحب نحكي على نقطه مهمه ياسر اللي هي ستوري تيلينج نتاع الحرقه. الحارق اللي ولد اللي ميت سكسس ستوري معناه قصة نجاح الحارق ولا اليوم في المخيال الشعبي في الثقافة الشعبية. شكون الحارق؟ الحارق هو الإنسان الجدع الراجل مسكين زويلي ما عندوش هو الظروف الكل ضده ولذا اختار أنه يغامر ويقوم بعمل بطولي ويتحدى الخطر والموت ويهاجر ويشق البحر في سبيل للدورادو الجنة الموعودة اللي كيوصل لها بيان سور باش يتمرمد ويخدم وينجح وفي الاخر باش ينتصر وباش يتحصل على الثروه والجاه يعني الكنز وليزونور معناها المجد ولا المجد وباش يروح لحومته منتصر يدخل لدارهم كالفاتح معناها اللي معناها قصه نتاع بطل ماذا بيك تولي كيفه معناها ماذا بيك تعمل عليه فيلم ماذا بيك تولي تقدره معناها حسيلو بريف في ستركتور ناراتيف نتاعها في البنية السردية نتاعها الحكاية هذه هي تنطبق بالضبط على المونوميت كما عرفوا جوزيف كامبل معناها اللي هو جوزيف كامبل عمل نظرية نتاع انه الاساطير الكبرى والبطولات الكبرى في التاريخ الكل كلها عندها نفس البنية ديما البطل يبدا يكبر شوية بشوية بعد يجيه التحدي ذيك يزمو يعمل رحلة باش يجيب حاجة في الرحله ذيك قبل حد ينصحه الى اخره دونك ستركتور هي بيدا باش تلقاوها من إيراكليس واليوناني معناها والميثولوجيا اليونانيه العهد الفراعنه حتى لتو الاري بوتر والسينيور دي زانو لي سوبر هيرو باش تلقى ديما نفس الحكايه. هذه هي بنيه قصه الحارق في المخيل الشعبي وهذا شنو خلى انه برشا 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 شباب في الاحياء الشعبيه وراو سامحوني راو ديزولي مي برشا 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 عبيد تتكلم على زويلو على الاحياء الشعبيه وهي تسمع بها كان سمعان وما عندها عليها كان لي كليشيه ما يعرفوش كومون ساسباس برا دور في اي حومه شعبيه قول له احكي مع الشباب قول له شنو تحب تعمل في المستقبل يقول لك نحب نحرق تقول له علاش نحب نحرق بتبيعها باش تربي لك كلمتين حافظها محفظه هو مازال مش فاهمها يعني طفل 16 سنه و15 سنه يتشدوا باش يحرقوا شي يعرف من الفقر والميزيريا وايس والمستقبل وما تتسيد مازال ما وصلش حتى للباك يقول لك نحب نحرق على خاطر فلان ولد فلانه ولد حومتي حرق عنده ما نعرفش قداش من عام وجاب نعم رجع بكرهبه بانيوله مهبوله معناها نتاع سبور دوخ ولا بموتور كبيره مش نورمال وبرشا قش وتيان ونايك وعندي ودرشنيه ودرشنيه ها اللي قاعد يصير وقت اللي في اغلب الحالات تلقى السيد هذاك حرق غبر لسنوات معدوده وهاك الكرهبه اللي تلقاها غاديكا اورابي معناتها تنجم ب 8 ملايين تاخو حاجه تدوخ بالنسبه للمقاييس الشباب التوانسه التفتوفه اللي لما خذ بها هاك الكرهبه وك شويه لبسه وكله روح هذاك يولي نموذج اجتماعي في الحومة هذاك يولي قدوة الناس كل تحب تولي تعمل كيفه هذا اللي خلى الناس معناها الاعداد متاع الشباب اللي ماشي للحرقة إليكسبلوز معناها الناس كل تحب تعمل كيف السيد هذاك هيثم سامحني لأني باش نقطعك لكن لاحظنا الكل في الفيديوهات مثلا وصور اللي في القوارب الاخيره اللي وصلت لايطاليا وصلت معناها ما عادش نحكيوا على البانيوله وما عادش نحكيوا على القش وما عادش نحكيوا على معناها باش نعاونوا ديارنا معناها ثم التحكم حتى على السياسيين وخلينا لكم البلاد والاعلاميين ومعناها ثم سخط معناها واضح على معناها الفاعلين في الدوله سواء من صانعي القرار او الاعلاميين اي بطبيعه معناها ماذا بشك في حتى انا سخت انا بدي سخت عليهم معناها شنو معناها الناس كل فاد على الاداء نتاع الساعه قبل كل شيء راهو اللي يحكموا في البلاد هم السياسيين والاعلاميين نسينا من الحكايه الاعلاميين ما يحكموا في حد شيء السياسيين هم اللي يحكموا في البلاد اليوم البلاد شكون يحكموا فيها زملاء باجي قاعد سبسي راجل غنوشي شنو مش مدخل الاعلاميين زعما انا لا قلت كفاعلين انا لا نحكي مش عليك انت مش عليك انت اما راهو ديما نحكيو على ثقافه شعبيه متجذره وعقليه منتشره في البلاد راهو ناس تخيل انه نحنا نحكم ونحب نقودوا في البلاد من البلاتوات معناها راهو ذا مش صحيح راهو كان بون حسيب
دونك السخط موجود صحيح، اما انت توكي باش تمد له ميكرو ماهوش باش يقول لك نحب نروح بانيوله كما عمر وتفجره معناها، فهمت؟ بالطبيعه باش يقول لك الفقر والميزيريا والبطاله والتهميش والثوره الوعود ما تحققتش وفدينا من السياسيين ودرا شنو. وزاد راهو ما تنساش انه لو تخليني لكم البلاد وهجينا ويزينا وقعدوا فيها، راهو زاد الفي بارتي من شخصيه الثائر هذاك اللي ولات ياسر توندونس معناها من الثوره لتو، فهمتني؟ مانيش قاعد نقول لك انهم هما مذنبين وهما غالطين وتحملوا مسؤوليتهم كامله، هما عندهم هما غالطين سي ايفيدونس عايده، هذيك حكايه اخرى شابيتر اخر. ما نحبش نستحوذ على الكلمه وحدي، نحب نعدي الميكرو للجماعه، اما زاد تنحكي فيها من بعد. هذيك لو فات انه في الخطاب الاعلامي ديما الحارق ضحيه وبس، وحقه وحرية التنقل مضمونة، وناس تولي تقول لك ليه نورمالمون نحلوا لحدود جملة والناس تمشي وتجي كما تحب، ونسمعوا خطاب بصراحة الغادي من اللوتوبيك معناها متاع عالم خرافي خيالي كي نكزيستو با. زاد لازم زاد نقولوا أنه كيما التوانسة ضحية للفقر وللبطالة وللركود الاقتصادي متاع البلاد والظروف الحياة المزبلة، زادة خاطر ديرك تنجم تكون تعايش ولبس عليك، لكن تتعرض للظلم من أجهزة الدولة، تتعرض معناها تكون ضحية الفساد حتى في خدمتك، تنجم تتعرض لبرشا مظالم اللي تخليك تفد وتكره تعيف الحياة في البلاد وتقول خلينا نهجمها. لكن زادة ما نوليوش نخرجوا الإنسان اللي اختار أنه يتجاوز الحدود ويمشي لبلاد أخرى بطريقة مخالفة للقانون، ردوه هو فقط ضحيه وبطل. دونك امبليسيتمون بطريقه غير مباشره اش قاعدين نقولوا للعباد؟ اش قاعدين نقولوا؟ ما هاك الراجل لازمكم تعملوا كيفه من الاخر معناها، فهمتني؟ وهذا بالطبيعه يؤدينا للارقام اللي ولات موجوده تو. واضح، شكرا هيثم، الفكره وصلت. من بعد نخليوا الكلمه للجمهور باش يتفاعل معاك. نمروا لصديقتنا لينا. لينا، أول حاجة نظن أنت كنت في إيطاليا ونعرفش تشبد لك الموضوع هذا ولا لا، متاع توينسا جايين برشا لا اثنين، هجرة غير نظامية أو غير شرعية كحقوقية معناها. الحاجة اللي بعدها الأسباب السياسية خاصة والاجتماعية اللي خلف التفاقم هذه الظاهرة، تفضل. بالطبيعة هو الموضوع نتاع الهجرة غير النظامية، أنا باش نقول ديما يتجبد كل ما نمشي لإيطاليا معناها، مي بحكم كنت الأكثر مع حقوقيين وصحفيين معناها تشكيوا من موقف الحكومة نتاعهم والوضع والمعاناة اللي يشوفوا فيها والممارسات التمييزية اللي يشوفوا فيها المهاجرين اللي يوصلوا لإيطاليا ويقع احتجازهم وغيره وغيره. دونك كما قلت أنا نعتبرها هجرة غير نظامية، أنك حقوقية نمن بحكاية حرية التنقل. نعرف اللي هي إيماج مثالية وإديال ياسر، مي بالحق نمن أنه كل إنسان من حقه يختار وين يعيش ومن حقه يسافر. علاش الشباب الغربي من حقه يجي يشوف بلادنا وبرشا بلدان اخرين بلاش وراق بلاش حتى شيء؟ احنا حتى باش نمشيو نكتشفوا بلاد اخرى نعانيو معناها، اليوم نشوفوا طلبه يقرا ولا حد بخدمته باش يمشي معناها كسائح يقولوا له ليه علاش ما عندناش الحق نتثقف ونتعلم؟ معناها احنا في حبس كبير اليوم. بعض يقول لك علاش الناس ترمي في روحها في البحر؟ الناس هنا هاي ثمانة نشوف اللي بالحق الناس قاعدة تتظلم كل يوم في تونس. أنا بيدي تخنقت في تونس، اللي كي كانوا يسألوني يقولوا لي تحب تخرج من تونس ولا، كنت ديما نقولهم ليه وما فماش مجال باش نخرج لتونس. اليوم بالحق كي ترى روحك مظلوم تولي تلوش في حلول في 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 بلايص أخرى. معناها من حق أي إنسان أنه يمشي يختار يعيش في بلاصة هو يرتاح فيها، مراش علاش غير شرعية؟ شكون حطهم القوانين؟ إنسان حطهم القوانين، كيما نقاوموا في قوانين أخرى نتصور أنه لازمنا القوانين التمييزية هذه نقفوا ضدها ونقولوا لها لا، خطر علاش كلنا معناها تولدنا عنا نفس الحقوق ونفس الواجبات ما عندهمش الحق يفرضوا علينا في القوانين لينا. لاحظنا انه مؤخرا زاد ثم اتفاقيات اللي تعنى يعني بكيفيه واليات الانقاذ للمهاجرين، خاصه قوات الفرونتكس الاوروبي يعني، وتدخل قوات جنوب البحر المتوسط.
يعني الاتفاقيات هذه تلزم معناها السلطات بمقاربة أمنية بحتة، شو رأيك فيها؟ اي بون شفنا هذا كله صاير كما قلت لك، معناها بالنسبه لي كسوا الحكومات الغربيه ولا الدوله نتاعنا متواطئين معناها ومتعدين على حقوق الناس هذوما في انهم يعيشوا في انهم يختاروا حياتهم، ممارسات تمييزيه ومعناها توصل الامور حتى للقتل. معناها شفنا اللي صار السنه في الصيف، مانيش باش نحكي معناها على الدول، المركب سيستار اللي وقفنا له احنا الحقوقيين، معناها ممارسات نعرفش انا عنصريه تمييزيه بحته. هما يحوصوا في البحر الابيض المتوسط بكل حريه ويقول لك احنا باش نتصدوا للمهيئ، شنو اللي سي با فري؟ معناها هو ملكه البحر هذاك، باش يقرر انه هو يقول العبيد ليه وباش يغرقهم فوالا. انا هذايا رايي، معناها هيثم يمكن ما تتفقش معايا انت، القانون ياسر قانون قانون، مي بالحق القوانين حطهم الانسان وحقوق الانسان شنو حطها ربي اي، اما علاش هما يعيشوا؟ علاش هما عندهم الحق باش يجيو لهنا بكل حريه واحنا ما عندناش الحق باش نمشيو؟ علاش انا اليوم باش نمشي نطلب فيزا باش نسافر نتمرمد وهو يجيب بطاقه تعريف؟ معناه واضح واضح الفكره واضحه لينا. قبل ما نمر الكلمه لسي اسامه باش نقول حقيقة، حتى من أصدقائي معناها المقربين ما يعرفوهاش، أنا كنت من الناس اللي سافرت لامبيدوزا واشتغلت على الموضوع هذايا. معناها أول حاجة كي تدخل سي أسامة ثم بلاصة اسمها سيميتياري ديل باركي، مقبرة القوارب. مقبرة القوارب هيثم هذايا تنجم تشوف تاريخ تونس، معناها يتحكي لك شبابك، شباب تونس، يعني تاريخك أنت اللي عشته صغرك، يعني كي تدخل تلقى في وسطهم بكويت اللي جار. والله لقيتنا عندي تصور معناتها يومية الحرس الوطني، فهمت شنو تعمل هذيك، فهمتني كيفاش؟ واضح. تلقى معناها تشوف الحالة المزرية معناها اللي كانوا فيها المهاجرين والناس هذوما كيفاش يخاطروا ويغامروا. ثم الواحد هذوكم لي زوتي دو سوفتاج لي جيلي هذو، تشوف دي جيلي نتاع دي بيبي، نتاع بي بي بي، وشنو فيهم؟ الحماية البدنية التونسية. فهمتني كيفاش؟ لهنا نحب هيثم رجع لك الكلمة ووضح لنا الرأي نتاعك. بالنسبة سي أسامة كنائب شاب في مجلس نواب الشعب، ونظن يعنيك هذا موضوع الشباب التونسي والظاهرة هذه، نحب نسألك اليوم الحقيقة على تعامل الدولة مع ملف المفقودين من 2011 لليوم، الاستراتيجية الوطنية للهجرة اللي التوى ما زالت حبيسة جدران الإدارة. ظن ثم ملف في همك بصفة مباشرة أيضا، أكثر من 15,000 تونسي معناها خارج أرض الوطن، معناها في وضعية غير قانونية، وأخيرا تحقيقات 8 أكتوبر. نبداو بالحاجة بالحاجة. شكرا على الدعوة، رغم اللي فما جلسة عامة اليوم، لكن اعتبرت استاذنت واعتبرت أن الموضوع هذا عنده أهمية كبيرة. أنا بدي في عام 94 شبه حرقة ما أنا عملت مع عائلتي، لأنه كانت الأوضاع معناها ما تسمحش باش نقعدوا في تونس، وبرشا ناس أخرين اللي كان لأسباب اقتصادية ولا معارضين نظام بن علي وقتها، معناها برشا ناس هاجرت. اليوم ما زلنا معناها بعد 20 سنة أو 30 سنة يمكن حتى قبل، ما زلنا قاعدين نعيشوا في نفس الظاهرة. ممكن في التسعينات أو في عام 90 وقتها تسكرت الفيزا معناها لأغلب الدول، أو بدأت تتسكر. وصلنا العام 94 إلى قاعدة دولة أوروبية واحدة، ولكن رغم هذا معناها عنا 30 سنة متاع هجرة، الجزء الأكبر مش الكل متاع التوانسة اللي يعيشوا معناها في أوروبا،
جزء كبير منهم الأكبر معناها هاجروا بطريقة غير شرعية وغير نظامية. المراكب اللي ريتها أنت ما ذكرتش بكويت السيدة وشوكرتون وما صبرين وما تلقاش حاجة أخرى، يعني هذه معناها كلي رامي روحه في البحر ويحب على حياة أخرى وهذا معاه أبسط ما يكون معناها. وهذا ذا وضع للأسف لحد الآن قاعدين نعيشوا في لامبيدوزا بحد ذاتها راهي صغيرة بالكل. لامبيدوزا في يعني حوالي 5000 ساكن جاي على جنوب تونس، أنت كي تحط الخريطة تونس العاصمة ماهيش في اتجاه الشمال، هي في اتجاه شوية الجنوب، هي مقابلة تقريبا فوق المهدية بشوي. فاحنا قاعدين نعيشوا في معناها مازلنا في مرحلة شمال جنوب، مازلنا نحبوا نمشيوا الجزيرة، ماهيش إيطاليا ماهيش فرنسا ماهيش، نعرفوا اللي وقت نوصلوا غاديك تحلت أبواب، ولكن الجزيرة هذه مقسومة على 3 أجزاء، جزء فيه معناها السكان فيه 5000 ساكن، جزيرة جاية كل مثلث هي، وجزء جاي فيه المطار فيه البيست متاع المطار وفيه بجنبه المطار، وجزء الثالث للأسف فيه المقبرة، وجزء كبير من المقبرة هذه مقابر جماعية، جزء كبير من التوانسة اللي ما نعرفوش المصير متاعهم اليوم، من اللي ملقيناهمش في 2011 ومن اللي ملقيناهمش في السنوات هذه وحتى من اللي ملقيناهمش قبل. يعني صارحتنا العمدة متاع لامبيدوزا وقالت رانا احنا للأسف قاعدين نحطوا في مقابر جماعية، وتلقى البلاكة اللي فوقها معناها تلقى فيهم بيض اللي هم يعتبروهم على أساس العرب تقريبيا معناها شمال إفريقيا، ولا سود اللي هم الأكثر جايين معناها من جنوب الصحراء. وذي الآن قاعد يصير، هذوما اللي يوصلوا قلنا لهم كيفاش علاش تحطوا فيهم في مقابر جماعية؟ قالوا لنا احنا حتى حد ما جانا. قالوا لنا أول مسؤول يجينا معناها من بلاد، أول مسؤول معناها من أي دولة إفريقية الجيل لامبيدوزا صارت عام 2011، فما فكرة ما طبقتش، ما حسسناش بها الناس أنه الدولة التونسية بعد الثورة يلزمها تكون مختلفة على الدولة التونسية قبل الثورة، يلزمها تهتم بالشباب متاعها، ومش باش نطول في النقطة هذه، ولكن الفعالية الحقيقية معناها متاع الاهتمام هذا بالشباب التونسي وأنه ما عادش يحرق وأنه تتفتح آفاق أخرى، معناها يلزمنا نكونوا يعني صريحين مع بعضنا وما 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 ما نجحناش فيها. اليوم أنا حبيت نبين زوز وجهات نظر، ما زلنا قاعدين نعيش ورغم الظاهرة ذي عندها 30 سنة، فما وجهة نظر الشمال ووجهة نظر الجنوب. وجهة نظر الشمال عبروا عليها الأصدقاء طلعين بكري شوية، هي أنه فما أحزاب سياسية في أوروبا كبرت ونشأت وربحت انتخابات على قضية الهجر هذه. وقت اللي تجي مسؤولين اقتصاديين في إيطاليا ولا فرنسا ولا ألمانيا يقول لك المهاجرين هذوك، وجزء من المهاجرين الغير نظاميين الاقتصاد حاجته بهم، لأنه الاقتصاد من غير ما ندخل في التفاصيل حاجته بجزء من ولو بسيط باليد العاملة الغير نظامية. خلينا من غير نظامية، المهاجرين ككل غاديكا يعني الاقتصاد الأوروبي حاجته بهم، لأنه فما جزء كبير من العمال الإيطاليين أو الأوروبيين أو الفرنسا بشكل عام ما عادش قاعدين يقوموا بهم، فجي اقتصادي ويبينوا بالأرقام وكل شيء اللي احنا لو المهاجرين يقرروا في لحظة معناها خيالية أنهم يهزوا الباجاج متاعهم ويروحوا ضربة كل اقتصاد متاع أوروبا كل يطيح، الاقتصاد متاع أوروبا كل يطيح. لكن رغم هذا فما استثمار في الخوف، فما أحزاب سياسية بنات معناها الرصيد متاعها كل في الخوف هذا. في التسعينات كانت ضعيفة برشا، بعد عام 2000 خاصة بعد 11 سبتمبر 2000 يعني زادت الرصيد متاعها، ولا تاخذ 5% وغيره، توا ولا تاخذ في 15 وفي 20%، أو حزب في إيطاليا اسمه رابطة الشمال اللي هو تبنى مش على ضد المهاجرين، تبنى لأنه حب يفصل الشمال على الجنوب، يعتبر الجنوب متاع إيطاليا معناها ناس متخلفة وناس ما تخدمش وناس كذا وبناء الفوق. فكل أحوال أنا حبيت نبين كيفاش للأسف معناها ماشيين في زوز اتجاهات مختلفة، الشمال ماشي في اتجاه أمني بحت، ماشي في اتجاه عنصري في بعض الأحيان، والجنوب معناها عاجز على أنه معناها يوفر فرص حقيقية مختلفة باش يقاوم الظاهرة هذه.
وهو الجانب الأضعف. وفي كثير من الأحيان تصير عنا معاهدات، آخرها معاهدة اللي وقعناها في 2011 اللي هي أول مرة نعمل شيء هذا، وهو أنه بشكل رسمي أي مواطن تونسي يتم التعرف عليه بشكل غير قانوني يتم إرجاعه لتونس. طلبوا منا أكثر من هذا في السنوات اللاحقة، معنا حتى في العام اللي فات، وهو أنه نعملوا دي سنتر في تونس ونقبلوا حتى بالمهاجرين اللي من الدول الأفارقة أو بدأوا يخافوا فيها من الدول المجاورة، ولكن بطبيعة الحال مع امتيازات كبيرة وكبيرة برشا، ولكن تونس ما قبلتش بالشيء هذا لأنه الحل يكون في زوز الاتجاهات. احنا كعملنا الاتفاقيات هذه، والاتفاقيات هذه للأسف ما هيش قاعدة تطبق بالشكل المطلوب، فيها زوز أجزاء، فيها جزء الأمني وإحنا قابلين به لأنه من حق الدول الجارة ولا غيره وإنها معناها كل واحد الحدود متاعه محمية، مش ندخل في التفاصيل. وفما الجزء اللي ما هوش قاعد يطبق وهو الهجرة الدائرية، معناها أنت أنا مستعد أنه نحمي الحدود، خاصة اليوم ممكن فما إشكاليات أمنية ولا مع الظاهرة هذه الاجتماعية، وجزء كبير من الظاهرة الاجتماعية هذه تتلوث وما عادش تفهم بالشكل المطلوب، خاطرها في برشا احيان معناها تتلوث ويتم اعطاء لها الصبغه الامنيه اكثر منها الحالات الحقيقيه اللي قاعده تعيش. ولكن احنا ماناش قاعدين ندفعوا بالشكل المطلوب، وهذا اللي عبرنا عليه في بروكسل لما تقريبا عدد هام من النواب حضروا في تبادل بين البرلمان التونسي والبرلمان الاوروبي في مختلف اللجان المعنيه، وهو انه فما جزء احنا قاعدين نحترموا فيه وماشيين فيه مازال فيه مسار، ولكن الجزء بتاع فتح الابواب القانونيه للناس اللي عندها معناها اللي تحب تبني شراكات اقتصادية ولو حتى في مستويات مش مرتفعة جدا، الشباب اللي حب يكمل الدراسة متاعه يعني في عوض السنوات الأخيرة تزيد الأرقام، بل بالعكس زاد تم تنقيس من الأرقام البورس وغيرها اللي قاعدة تتعطى، وإحنا في السنوات الأخيرة ولينا جينا برشا اتصالات من شباب تونسي اللي قاعد يدخل في ليسانتر هذوما باش ينجم يتمكن من إنهاء الدراسة متاعه وينجحوا في كل المراحل، ولكن من بعد يتم رفض الفيزا، وجزء كبير من رفض الفيزا هذايا معناها بطرق معناها غير واضحة. حاولنا ندخله ولكن فما قرار واضح من جزء كبير من الدول الأوروبية، وهو التخفيض بشكل كبير من الهجرة النظامية من الدول متاع شمال أفريقيا والدول الأفريقية ككل، وفتح فرصة أكثر من دول أوروبا الشرقية. فذلك فما زوز وجهات نظر مختلفين تماما بعاد على بعضنا برشا، احنا عندنا نظرة فيها انفتاح أكثر وإحنا قابلين أنه نمشوا في حماية الحدود متاعنا ومتاع شمال أفريقيا، ولكن طالبين بجزء ما هوش قاعد يتطبق، وهذا يمكن مش نحاوله لعله العام هذا نطرحه بأكثر قوة. واليوم رئيس الحكومة الإيطالي بيناتنا وأنا بين قوسين قبل انتهاء اللقاء بشوية باش نستأذنكم لأنه عندنا لقاء معه ومع أعضاء اللجنة طرحين باش نحطوا نقطتين كنواب لأنه عنده اجتماعات أخرى مع رئيس الحكومة، لكن احنا باش نطرحوا نقطتين. نقطة المفقودين اللي لحد الآن معناها عاجزين إنه نجاوبوا على السؤال هذا، والجواب على السؤال هذا للأسف ماهوش عنا، عند الطرف الإيطالي، والطرف الإيطالي إما ماهوش قاعد يعطي في المعلومات كاملة وإلا كما يقول ما عندوش المعلومات. والنقطة الثانية اللي هي عندها علاقة ب يعني التطبيق الكامل للمعاهدة، ما نطبقوش شطر ونخلو شطر اللي هو الهجرة الدائرية اللي تعطي فرصة تفتح آفاق أخرى باش معناها نقللوا من الجانب هذا. وفما جوانب أخرى اللي هي اليوم معناها جزء كبير من الاستثمارات، هو حتى الأوروبيين لو تشوفوا الأموال الطائلة اللي قاعدين يصرفوا فيها في الجانب الأمني معناها شيء رهيب، لو الأموال هذه تصرفت في نوع من الشراكة في شمال أفريقيا لفتح آفاق للمهندسين هنا كانت معناها تكون فما فايدة للتوانسة وتكون فما فايدة للطرف الأوروبي. آخر نقطة هو أنه فما جانب احنا يلزمنا نعطوه أهمية أكثر، أنا شخصيا بمبادرة شخصية بطبيعة الحال ما عنديش مانيش نمثل السلطة التنفيذية، مشيت 3 مرات لامبيدوزا لأنه في كثير من الأحيان وقت اللي الضغط أو الأعداد نتاع المهاجرين خاصة وقت اللي يكونوا توانسة يزدادوا بشكل قوي في فترة معينة للأسف معناها يخلوهم في نفس السنتر، معناها ما يتمش احترام الإجراءات
اللي مفروض تتسرع في المرحله هذيك وتلقى سونتر المفروض ان يكون فيه ماكس معناه 300 400 واحد تلقى فيه 2000 و3000 تونسي. وهنا فما اطراف كبيره في ايطاليا اللي تعاوننا واللي تدفع في اتجاه احترام حقوق الانسان، وهذا احنا ما نحبوا انه الا اذا كان فما صحيح ممكن نطبقوا المعاهدات والاتفاقيات، ولكن فما حد ادنى يلزم يتم احترامه. احنا كيما يطالبوا فينا باحترام حقوق الانسان في تونس، احنا كيف كيف نطالبوا باحترام حقوق الانسان في الدول الاوروبيه، لانه اصبح اليوم تحت طائله العنصريه وضد المهاجرين ضد العرب وضد المسلمين اصبح فما تجاوز لحقوق الانسان حتى في بعض الدول الاوروبيه. واضح اسامه، شكرا. اسامه نحب نسالك بصفه مباشره، تحقيقات 8 اكتوبر شنو المعلومات اللي عندكم وين وصلت كنواب؟ ما عندناش حتى معلومه للاسف. فما كيما اكثر من اللي تعلن في الاعلام، معناها ما عندنا حتى معلومه اكثر من هكا. لكن انا نحب نقول لهنا معناها سوفر دانسكوب اللي المنظمات الدوليه تحصلت على يعني صور بالاخبار الصناعيه وانه خافره الجيش التونسي معناها اجرمت في حق المهاجرين، نقولها معناها قطعيا. وبس يوم 18 ديسمبر اللي هو اليوم العالمي للهجره ستبث هذه الصور. ايضا الدوله الايطاليه والدوله المالطيه كانوا عندهم خافرات قراب برشا وما ساهموش في عمليه الانقاذ، متهمين ايضا في هذا. حاجه الاخرانيه اللي كرئيس لجنه التونسيين بالخارج 15000 تونسي البرة معناها ما غير اوراق، نقولوا معناها في اللهجه نتاعنا العاميه معناها. لا هما ماهمش 15000 تونسي من غير اوراق، اكثر برشا اللي من غير اوراق. هذا الارقام الرسميه بتاع الدوله التونسيه اللي هي اكثر برشا، ماهمش 15000. الجزء من الاحصائيات تلقاه عند السفارات التونسيه، لانه جزء من كبير من التوانسه وقت اللي يهاجروا بطبيعه الحال من غير اوراق. ولكن بعد ما يوصل لاحدى الدول الاوروبيه يعمل جهد كبير باش يتحصل على جواز السفر نتاعو، اللي هو بطبيعه الحال قانونيا ما يلزمش يتعطاه، لانه يلزم بالنسبه للسلطات التونسيه يكون عنده اقامه كذا. ولكن فما وضعيات معناها لازم تتطلب انه يتعطاه جواز السفر، وجواز السفر هذا لانه عن طريقه هو من بعد يدبر كونترا ولا غيره باش ينجم يسوي الوضعيه نتاعو. اللي احنا نجم نتولهاو به لانه احنا ما عندناش سلطه غاديه، ما عندناش سلطه تنفيذيه ولا نجموا يعترفوا بنا، ولكن فما جزء نجمنا انه ندخلوا فيه، وهو الجزء اللي من الاعداد هذه اللي موجود في السجون الايطاليه، اللي وجزء منهم معناها نكتشفوا اللي هم ما عندهمش محامي معناها كما يلزم، جزء منهم معناها يقعدوا اشهر طويله بدون ما يعرفوا حتى شنو التهمه اللي متهمين بها. جزء منهم انتم تعرفوا بعض الدول الاوروبيه حاورت في القوانين نتاعها وبدات تعتبر ان الهجره الغير نظاميه هذه معناها يدخل تحت طائله المجله الجزائيه نتاعهم. بعض الدول عملت الشيء هذا وبعض الدول الاخرى ما عملتش. في كل الاحوال المشكله اللي قاعدين يواجهوا فيها الدول هذه انه بعد ما يحطوهم في السنتر هذوما معناها بمجيء العديد الاخرين يسيبوا منهم قزا. لو تشوف حتى فيديوهات كيفاش السلط معناها يسيبوهم ويولوا لانه ما عادش قادرين انهم باش ولكن شنو اللي يصير؟ جزء كبير منهم هذوما معناها يعاودوا يشدوهم في مراحل اخرى ويحبوا يرحلوهم الدول الاصل. وهذا النقطه اللي قالتها الصديقه من ايطاليا اللي هي قضيه البصمات، لانه بطبيعه الحال كيفاش فما مسؤول في القنصليه نتاعنا في باليرمو مثلا ماشي جاي على لامبيدوزا والمهمه الاساسيه نتاعه هو التعرف على مثلا مهاجرين غير نظاميين من اصول تونسيه. بطبيعه الحال هذا صعيب يتم التعرف، جزء كبير منه يتم التعرف عليه بالبصمات. الهدف الاساسي من البصمات هو حاجتين، الحاجه الاولى انه البصمات هذه ترسل للدول كيما تونس اللي عندها اتفاقيات، وقت اللي يتم التعرف على واحد منهم معناها اللي هو تونسي يتم بطبيعه الحال ذهاب في الاجراءات لترجيعه لتونس. شنو اللي قاعد يصير؟ انه الاجراءات هذه بطبيعه الحال مش سهلة باش ياخذ البصمات، مش سهل بالبصمات هذه باش ياخذها المسؤول هذا يرجع بها لباليرمو تجي للداخليه من الداخل الخارجيه. المهم فما اجراءات طويله في الاثناء هذوما، اما يتسيبوا
ولا يقعدوا يستناو جزء قليل منهم ويترحلوا لتونس، خاصة اللي لاحظوا هما اللي هاجر أكثر من مرة. فما شكون يعمل العملية هذه مش مرة ومش اثنين، فما ستة وفما سبعة، أنا قابلت جزء كبير منهم. فما واحد حاول ستة مرات باش الحق، واحدة منهم كانت مش عن طريق البطو أو الشقف، بل كان عن طريق واحدة منهم عن طريق الطائرة وصل للصين وعاود رجع لتونس وعاود هاجر مرة أخرى ووصل للباريس. وجزء آخر لأنه قلتها يمكن ما كانش واضحة للأصدقاء هنا، يتعرفوا على البصمات هذه على خاطر الدول الأوروبية الأخرى مش إيطاليا ومش اليونان، يطالبوا أنه إذا كان هذا يدخل في المنظومة الأوروبية هذه بالبصمات متاعه من دولة معينة يلزم يرجع للدولة هذيك. هو طريقة من الدول متاع الشمال اللي تقول لك أنا مش مشكلتي، كان جاي تعرفت عليها أنا عندي هنا النجم عليها نقبله ونشوف كيفاش نتعامل معه. أما بما أنه دخل معناها عن طريق إيطاليا يلزم ترجع لإيطاليا ومن بعد النجم ونناقشه. هذا حبيت نذكرها النقطة هذه باش تعرفوا الصراع الكبير اللي بين الدول الأوروبية اللي قاعد يتسيس بشكل كبير ويدفع في مزيد من الفوبيا ومن العنصرية في التخلص من هؤلاء. وهذا للأسف الشديد قاعد نقولها آخر جملة، دفع جزء من التوانسة مش توانسة بركة إنهم وقت قريب باش يوصلوا لامبيدوزا يعني يحرقوا البصمات نتاعهم. شكرا أسامة. نمر تعقيب في دقيقة الهيثم، في دقيقة لينا، والكلمة للجمهور. دقيقة منجمع مشاي باش نحاول نلخص على الأخر. أنا اختلفت مع السيد اللي نتفق معاه في التشخيص، موجود حاجة بركة أو برشا مرات السلطات الإيطالية يشكيوا من الفات أنه كي يطلبوا البصمات لدوني بيومتريك معناها من السلطات التونسية بعثوا لهم لدوني غلطين ولا قدم على الأخر، صايرة فوضى كبيرة في الحكاية هذه والمفقودين التو معناها حسيروا طبعاً من 2011 ضايعين. أنا اتفقت معاك في التشخيص، أنا اختلف معاك في الاستعارة اللي استعملتها اللي هي الشمال والجنوب اللي راها غلطة ومخطرة زيادة. هابش أقول لك عليش، على خاطر أولاً حكاية دول الشمال ودول الجنوب، راهو فما دول اللي تدخل لتونس بلاش فيزا، لكن تونس باش تمشي لها بالفيزا وماهيش من الشمال كما دول مجلس التعاون الخليجي مثلا. هذه أبسط حاجة، يعني مسألة ماهيش جغرافية بحتة شمال جنوب، مسألة تحكم فيها الفلوس. الدول اللي عندها الفلوس، الدول المتفهدة بالفلاقي معناها تدلل على شكون تقبل، والدول اللي مخنوقة ضد الناس هاربة منها تلوج على النفس. هذيك حالة الدنيا فوالا دونك ماهيش جمال علاش سيد نائب قلت مخترة؟ يعني مش نلوم عليك ولا حاجة، ما يجوش باش نفزع. علاش قلت مخترة؟ خاطر الخطاب هذاك ينتشر في الفضاء العام وتوانسة يتشبعوا به، ومعناها في صورة شنو تخرج لك الحكاية هذيك؟ تخرج لك في صورة تعطيونا البترول نتاعنا، نحن الجنوب مهمش وانتوما الشمال شيخين وتسرقونا في البترول ونحبوا نخدم شركات بيئة فوالا معناها مش بحال. دونك المشكلة في نظري متواضع باختصار هو وجود نوعين من الخطاب متضادين يتغذوا من بعضهم. كما كان يقول السيد النائب في أوروبا عندك العنصرية، عندك المعاملة الغير لائقة واللي ما تحترمش حقوق الإنسان، وعندك السياسيين لفاشو معناها والعنصريين واليمين المتطرف اللي يستثمروا في معاداة الأقليات. اللي نحن زادة راو كان نهضروا رواحنا في المرايه مناش مقصرين، راهو اللي تشوفوا فيه في الأوروب ضد العرب وضد المسلمين وضد المهاجرين هو اللي تراوه عنا نحن كعرب ضد اليهود وضد المثليين وضد المسيحيين وضد الأقليات بصفة عامة معناه. ونذكركم اللي وقت اللي كثروا اللاجئين الليبية معناه الليبية ما يرسول الله مش ضربين لغة، راو خويت احنا والليبية والزيرية خويت، وحتى ماخذين من بعضنا ومعاشرين بعضنا وفاميليات ذايبة في بعضها. كي كثروا اللاجئين الليبيين في تونس ذكركم كيفاش فما سمعناه ولد فما خطاب عنصري ضد الليبية وغلاوا علينا الخبزة وخرجوا علينا من البلاد وما نعرفش شنو. نذكركم شي يصير ساعات الجزيرية في سوسة، نذكركم شي يصير كي تونس تخسر كي فما حكم من دولة إفريقية معناها يحايل على ليكيب ناسيونال التونسي يوليو يضربوا في ليزيتيديون سوبساريا من دول أخرى لها علاقة يشدوا في قهوة يفشخوه. دونك نغزوا روحنا في المرايا. مختصر الحديث، ما نحبش يا خطاب حقوقي صرف يا خطاب امني صرف. الخطاب الامني صرف هو انهم ديما مجرمين ونحطوهم في الحبس والامن ديما خاطيه، والخطاب الحقوقي صرف هو انه يلزم نحلوا الحدود، راهو اللي عنده معناه يدخل لتونس بلاش فيزا
من اوروبا ولا مجلس التعاون الخليجي، ما يجيش فرانكلي يبيت تحت قنطره ويدبر راسه كيفاش يترفق ويبيع غبره باش يعيش. راهم يجيو بفلوسهم وبالاقامه نتاعهم وباوراقهم ومنظمين الى اخره. دونك نطالبوا باحترام حقوق الانسان، اما زاده ما نوليوش نحلموا بعالم طوباوي خيالي يمشي كله وفق مبدا حريه التنقل. دونك ربي يدي غدوه تعمل حريه التنقل، نحي الفيزا واوفغي لي فرونتيير والشعارات الكل، ينقلوا لك 40,000 من تونس يمشيوا يهبطوا كلهم في لامبيدوزا، شنو هي ايطاليا لازمها تسكنهم الكل توكلهم تشربهم تعطيهم خدم الى اخره. تصور نفس الوضعيه لو كانت تصير لتونس من بلدان اخرى، شنو يكون موقف التوانسه زعما؟ في الختام حكايه 8 نوفمبر هذيا باش نقولها وخذوها كما تاخذوها، اكتوبر فهموني حاجه بجاه ربي فهموني حاجه. انا سمعت شهادات الناجين، سمعت شهاداتهم في لي ميديا، هما الناجين بيدهم يقولوا ساعتين والسكادره تتبع فينا وتقول لنا اقفوا اقفوا والرئيس ما حبش يقف. الجاي شنو يعمل وقت يخليهم يتعداو يخرجوا من المياه ذاك الساعة المياه هما في المياه الإقليمية التونسية باش خليهم يخرجوا المياه معناها الدولية ولا يدخلوا المياه الإقليمية تاع دولة أخرى، سيكو غلطة وتقصير من الجيش التونسي. كناتري في الصحراء يقولوا له الجيش أقف ما يقفش، يضربوا له الكرتوش في الهواء ما يقفش يضربوا عليه هو طول بالكرتوش، وقت الجيش يتسمى يقتل في المواطنين وأجرم في حق المواطنين. يعني برجولية فهموني في أي عالم تحبوا نعيشوا وكهوت. أنا نظن هيثم لهنا الفيصل هو نتائج تحقيقات في ظل المعنى الموجود الكل. نعدي الكلمة. هو ما غير نتائج تحقيقات، هو الناس تقول لك ما دام اعترضتهم الداخافة العسكرية ولا دخلت فيهم معناها قتلتهم وجريمة ودرى شنو ودرى شنو. نحب نفهم الجيش شنو لشنو يصلح وشنو تحبوا يعمل. قلت السيد الناجي يقول لك راني ساعتين يتبعوا فينا ما حبيناش ناخذ. تفضل. باي شكرا. انا نقطه سريعه على اللي قاله هيثم، معناها شمال وجنوب. بطبيعه الحال المضمون اللي حبيت نعبر عليه انت اللي قلته، معناها هي في الحاله اللي قاعدين نعيشوا فيها في السنوات هذه انه الشمال هو اللي فيه الازدهار واللي هو اللي فيه الفلوس وهو اللي فيه كذا، وهكا قاعده تصير الهجره. وكان جاء الخليج في بلاصه الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي في بلاصه كذا، تصير نفس الشيء. وكما سنوات يعني معناها حوالي 100 سنه التاليه واكثر، اكثر من 150 سنه التالي، جزء كبير من الايطاليين كانوا يجيوا لتونس وكانوا يهاجروا لتونس، اما لاسباب اقتصاديه معناها يجوا فلاحه في 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 تونس، وجزء كبير من التطور اللي صار وقت اللي صارت ازمه غاديكا جاوا يخدموا عند التوانسه، ولكن كانت عندهم تقنيات معناها خير والتوانسة ما كانوش يحبوا يعملوا لخدم هذوكم، وتطورت انت بعض الموجودين معناها في باجة وفي غيرها من الولايات معناها على خاطر التوانسة، على خاطر الإيطاليين اللي كانوا يجوا، وجزء منهم زادة كان يهاجر لأسباب هاربين، خاصة حكاية المافيا معناها في شمال في جنوب إيطاليا كان يهاجر، معناها كانت فما أسباب. ولكن التاريخ يعني وهذه من النقاط اللي نذكروها لهم، نقول لهم راهو شفتوا اليوم احنا قاعدين نعيشوا في الوضع هذا، ما تعرفش على الدنيا كيفاش تولي النجم، الدنيا معناها تختلف وتدور بشكل مختلف. احنا نحترموا المعاهدات اللي موقعينها، ولكن نحبوا نحترموها في كل أجزاء، مش كان في الجانب الأمني، فما جوانب أخرى احنا نحبوا أن يتم احترام. النقطة اللي ذكرتها مستعدين نطرحوها، احنا مازلنا كبدينا نعملوا سنة نيابية بدات وغطسنا في الميزانية، ولكن بعد الميزانية مباشرة في آخر ما في آخر ديسمبر وفي جام في الموضوع هذا باش عاود يتطرح بقوة. فهو قال لي باش ابعث لي معناها جزء من الخدمة اللي عملتوها، وأي جمعية هنا نعلمكم اللي احنا نحبوا نطرحوا موضوع الهجرة هذايا في زوز ولا ثلاثة جلسات، أي حد يعتبر اللي عنده ما يضيف ممكن نعملوا جلسة استماع في المجلس. قضية الميزانية معناها هذه تحقق معناها ندوة وحدها، معناها ما عندهاش علاقة النقطة نتاع ضعف ميزانية المجلس معناها بالإضافة للميزانيات نتاع الميزانية ما عندهاش علاقة مباشرة. فما عندنا مشكلة كبيرة في البلاد، وهي أنه كي تجي تشوف منين قاعدة تهاجر الناس، صحيح فما ناس قارية وناس ممكن عندها خدم وكذا قاعدة تهاجر، ولكن الجزء الأغلب هم قاعدين يهاجروا مبير عليه بالخليفة ومسوق لحد. أنا من سوق لحد، تعرفوها وين سوق لحد؟ جزء كبير منكم يعرفها وين، في ولاية قبلي في 2000 أي أنا نحكي على بتاع سوق لحد تاع قبلي في 2011 وقت اللي 25,000 واحد تونسي هاجروا سوق لحد كانت رقم واحد في الفترة هذيك، وللأسف لحد اليوم معناها جزء منهم حتى في بتاع 8 أكتوبر زوز من اللي توفاوا من سوق لحد. سوق لحد هذه منطقة بالحق مهمشة،
كما بير علي بن خليفة وكما برشا بلايص أخرين. معناها صحيح فما أسباب أخرى ولكن يقعد أيوب نعطيك الكلمة صراحة. أنا قلت النقطة بتاع ضعف ميزانية المجلس وقضية الأخرى ما عندهمش علاقة ببعضهم، أما أنه معناها أنه يلزمنا نتولهاو بشكل أفضل، لعله ممكن تجي خير بالمركزية وقت اللي السلطة المركزية اللي في تونس العاصمة تقل السلطة بتاعها على الجهات الداخلية، يولوا الجهات الداخلية عندهم جزء من القرار متاعهم، لعله ممكن الوضعية تتحسن أكثر. بالنسبة للجنة أنا نأكد لكم اللي التوى يزمني نمشي أنا رئيس الحكومة باش نطرحوا له زوز نقاط هذوما. قضية معناها المفقودين ينحبوا ديما حتى ولو هم مش باش يجاوبونا أنا متأكد، ولكن حبوا يعرفوا اللي احنا ماناش ناسين وماناش بننساو القضية هذية. قضية معناها تغيير المعاهدات وإلا تطبيقها بشكل كامل كيف كيف، إما نغيروها أخويا وحطها لي أمنية برك خليني أنا نشوف نقبل ولا ما نقبلش ولا نشوف كيفاش نتعامل، ولا نطبقوها في كامل معناها النقاط متاعها كيف كيف. اليوم احنا تونس مناش في وضع متاع حقوق الإنسان مثالي، قاعدين نتطور ونتحسنوا بشوية بشوية، فما مجتمع مدني ضاغط ويزم يكمل الضغط متاعه على الأحزاب والسياسيين وغيره، ولكن احنا اليوم في نقطة النجم نطالبوا اليوم حتى الدول الأوروبية أنه تحترم حقوق الإنسان كما كانوا يحترموا فينا بحقوق الإنسان، ويلزم النقطة هذه تكون واضحة لأنه الناشطين معناها اللي موجودين في الدول الأوروبية قاعدين يعطوا فينا في معلومات وقاعدين يوفروا في تصور متاع عدم احترام حقوق الإنسان للناس قاعدين يهاجروا. الجزء الأكبر قاعد يهاجر لأسباب إنسانية، جزء كبير القذافي قال ما حبش نذكره ولكن في محاضرة رهيبة عملها وقت اللي بلوسكوني بس ليديه وقت اللي ساركوزي قابله معناه ورحب به في باريس، قال لهم وقت خطر توقعت اتفاقية كبيرة باش يوقف الهجرة. يا أخي جزء كبير من الإعلام انتقدوا وغيره، يا أخي قال لهم أنتم توا الرؤساء متاعكم يفرضوا علي ويحبوني نوقف الهجرة وانتم مجهود تقولوا لي معناها سيب الهجرة، تفهموا بينات بعضكم. وفي كل الأحوال جزء كبير من الهجرة صحيح لأنه الدول الأوروبية اليوم مزدهرة خير وفيها كذا، ولكن أيضا لأنه جزء كبير من الدول الاتحاد الأوروبي قاعدة تستغل في الموارد الطبيعية اللي موجودة في إفريقيا بالأساس ككل، وهذاك علاش هو قللهم الجملة اللي بقات في ذهني وأنا ما حبيتوش هو يقولها، إلو المواطنين هذوم الإفريقيين توانسة والدول الإفريقية قاعدين يتبعوا فقط في الموارد الطبيعية نتاع بلادهم.